قصص عديدة تركها حريق مستشفى الحسين في الناصرية تبين حجم الفاجعة ومقدار الأسى الذي تركه في أهالي الضحايا المنكوبين، لا سيما أولئك الذين فقدوا عائلات بأكملها، بعضهم كان حاضرا ساعة وقوع الكارثة قبل أن تحول النيران بينهم وبين أهليهم. تطلع الوالدة من الغرفة، وأيضا السلام كان موجود وإخواني يطلعوني. طبعا الغرفة كان بها أختي وزوجتي زيارة للوالدة، فبهاي الأثناء الدخان انتشر أكثر، يعني صار سريع ودخان ثقيل، يعني بثواني وقف الرئة. أنا قمت ما أتنفسها، أرفس بالقاع، هم رأسا دخلهم للغرفة كثافة عالية، وما يعني ما طفت الكهرباء بهاي الأثناء، بس شوي ازدادت سرعة الدخان طفت الكهرباء، بدأ الحريق بعد من السقوف الثانية ويا بكل شيء. طبعا الحادث والوضع مهول، يعني ما يتصدق، سبع نفرات من عائلة واحدة، احنا نحمل المسؤولية الكاملة لإدارة المحافظة ولإدارة مستشفى الحسين التعليمي. يعني معقولة ماكو مطافي؟ معقولة ماكو دفاع مدني؟ يعني الشغلة تقريبا مدبرة. احنا نقول ولحد هسه لا بينت نتائج تحقيق، وعندنا بعد هم ابنية لحد هسه ما معروفة. يعتصرهم الحزن وهم يتحدثون عن تلك اللحظات العصيبة التي فقدوا فيها أحباءهم، لكنهم في الوقت ذاته يشيرون بأصابع الاتهام إلى الجهات الحكومية بمختلف مسمياتها التي كانت سبباً مباشراً في الفاجعة، من خلال عدم توفير إجراءات السلامة أولاً، ومن ثم في زيادة أعداد الضحايا بسبب تعثر عمليات الإنقاذ. الإطفاء ما موجودة، يعني من 10:30 لحد 12:30 والنار بعد موجودة بالمستشفى. إذا وين الحكومة؟ وين الإطفاء؟ وين الدفاع المدني؟ لذلك نحن عوائل الشهداء نحمل المسؤولية جميع الحكومة المركزية. طبعا بالمناسبة سيارات الإطفاء نصها عاطلة، الدفاع المدني ما حضر، يعني الشباب اللي موجودين بالناصرية جزاهم الله خير، هم اللي طلعوا الجثث، هم اللي طلعوا الناس، هم اللي نقذوا اللي مصابين. أرواح أزهقت وأخرى ما زالت تعاني ألم الفقد، ثمن غال يدفعه العراقيون من دمائهم لخطايا يرتكبها الفاسدون دون أن يحاسبوا أو يعاقبوا، ليظل واقع العراقيين يدور في حلقة مفرغة من الأزمات التي تثبت مرة أخرى أن خلاصهم يكمن في التخلص من هذا النظام الجاثم على صدورهم.